وسهلا بكل متابعي القناة، مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة. كيف ما عودتكم ودائما قناتي كتقدم وصفات طبيعية، وصفات كلها ناجحة، وهذه الوصفة التي سأقدمها معكم وسأشاركها معكم من بين وصفات ناجحة ووصفة طبيعية وأيضا جميلة جدا. بالنسبة لهناك سيدات يعني الأطفال ديالهم الوليدات، خصوصا هذه الوصفة يعني خاصة الوليدات اللي عاد مزيودين أو للرضع، بالنسبة لهذه الوصفة إذا كنتي كتعاني يعني أن الطفل ديالك كيعاني من مشكل ديال الألام الأمعاء، كيف ما كنعرفوا أن الوليدات الصغار كيضرهم السيرنات أو لا كيجيهم الأوجاع أو لا أي ألم، فهذه الوصفة إن شاء الله ستكون الحل المرضي لك، وإن شاء الله ستلاحظي النتيجة من بعد ما تستعملي هذه الوصفة، وأيضا لتهدئة الأطفال ولجعل الأطفال يناموا طول الليل يعني نوما عميقا. فبالنسبة للمكون اللي غادي نحتاجه في هذه الوصفة، هو مكون جميل بزاف، أنا ما كنستغناش عليه، كنستعمله الابنة ديالي، فبغيت نشاركه معكم لأنني يعني كنستعملها دائما البنت ديالي، ولهذا بغيت نشاركها معكم باش تهم الفائدة دائما وكيف ما عودتكم. بالنسبة لهذا المكون هو اللويزة، كيف ما كتلاحظوا معي أمامكم اللويزة جد جميلة بزاف في الأطفال، خصوصا الأطفال الرضع، فهي كتعطيهم واحد النوم عميق، وأيضا كتزود الأوجاع كيف ما كانت يعني في المصران أمعاء أو لا يعني ألام ديال أي حاجة، كتحيدوا لهم بإذن الله وسبحان الله. هذا المكون يعني معجزة في علاج الألم اللي كيعانوا به الأطفال أو الأمعاء، هذا المكون كيعاونهم أيضا باش يناموا واحد النوم عميق، ما يبقوش كل مرة يعني مبرسطينكم كل مرة تينوضوا. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، كناخذوا اللويزة طبعا كنقوموا بغسلها جيدا، بعد ذلك نصفيوها، من بعد نوضعوها في كأس. بالنسبة للطريقة كنحتاجوا كأس يعني يكون صغير، لان غادي تعملي لي غير كمية ديال نصف كأس، ما تقويش لي بزاف، لانها هي غير القليل منها كتقضي في الاطفال. نوضعها في كأس ومن بعد نضيف عليها الماء يكون ساخن جيدا، ونتركها لمدة 5 دقائق حتى تبان لك أنها اللون يعني ديال الماء أصبح متغير، وتبان لك أن اللويزة طلقات. من بعد كتقومي بتصفية هاد المشروب وتوضعيها ليها أو لا توضعيها لي في البيبرون ديالو أو لا في رضاعة، وتعطيها لي عادي. يمكن لك تحليها بالقليل من السكر، يعني لما كانش يبغي يتناولها لك هكاك ممكن تحلي بالقليل من السكر أو العسل باش يمكن يشربها، وان شاء الله باذن الله غادي تلاحظوا الفرق. كي كتعطيها الوليدات الصغار كتحسوا انهم ولاو يعني هادئين، ما كيبقاوش قباح، تيرتاحوا اليوم او تتكالموا يعني كينعسوا واحد النوم عميق، وما كيبقاوش كل مره كينوضوا، وايضا داك الاوجاع والالم اللي تتكون كلها كتزول باذن الله وسبحان الله. فنقول لكم السلام عليكم حبيباتي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، دائما كنفيدكم ونفيد راسي، وما تنساوش لايك ديالكم ودعواتكم لي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة.